شكرا. التكريم الثاني لواحد من رجال الفاعلين في النشاط الثقافي في المنطقة كلها للأستاذ العبيد قدور مدير مركز ثقافي أبي بكر بن زيني بن مسروق، يسلمه الشاعر والفارس سنة الطاهري. التكريم الثالث لواحد من الرجال الفاعلين في الثقافة في ولاية تمثيلة طيلة أكثر من 32 سنة، الأستاذ الحاج جايبة مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية إبراهيم القاسم بن سيلة، يسلم له الأستاذ ميلود جعفر المدير السابق للمؤسسة الإسفائية في بوسعادة. أفتح قوس لأنوه إلى أن هذه الشهادات منظات من ممثل الوثبة الثقافية الأستاذ عبد الرحمن قمواط، وتعلمون بأن الوثبة هي لقاء ومجموعة افتراضية وفي طريق حصولها على الاعتماد كجمعية ثقافية في المستقبل القريب بإذن الله. التكريم القادم للأستاذ الشاعر رياض حضريب مدير المتحف الوطني العمومي ناصر الدين دين في بوسعادة. من ينوبه؟ الأستاذ فنان تشكيلي أو الأستاذ عبد القادر فضل، يسلم له السيد مدير دار الثقافة بولاية مسيلة فضل أستاذ. شكرا. التكريم التالي للاستاذ طاهر بطفي مدير دار الشباب جمال الدين الافغاني في بوسعاده. استاذ طاهر بطفي، انا الاستاذ طاهر بطفي كان معنا قبل قليل، اذا كان خرج من ينوبه من دار الشباب؟ يقدم له هذا التكريم مدير مكتبة أو مكتب مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية الدكتور عبد القاسم بن سيرة الأستاذ هافتيان. أحاول أن أسرع. التكريم القادم للأستاذ نجيب مزوز مدير مكتبة المطالعة العمومية القادم الدلاوي في بوسعادة، حاضر معنا، تفضل أستاذ نجيب. يسلمها له واحد من فرسان الوثبة الناشطين الأستاذ سليم زروق.
تكريم التالي لواحد من رجال التربية ومن رجال الثقافة الفائلين في تاريخ بوسعادة في كثير من المجالات، وكان له أثر بارز في حضوره وفي نشاطه المتميز الأستاذ الكريم أستاذ نور الدين عبادي ممثل جمعية عيسى بسكر لرعاية ثقافة الطفل ببوسعادة. يسلمها له هكذا قاموا يسلموا على الاستاذ عثمان طيباوي مدير مكتبه المطالعه العموميه بالقنصليه. التكريم القادم للأستاذ لو صديق مسلم من الرب الطوفي علمي أستاذ فتحي العمارة من مثل جمعية أحباب مدينة بوسعادة. من يمثل الجمعية؟ أستاذ نور الدين أستاذ يمثل. هو من غير اللائق أن أدعوك مرتين إلى المنصة يعني خاصة بعد النزول، ولكن للضرورة أحكامها يسلمها له الأستاذ عبد الله زياد نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوسعادة ورئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة. هذا الرجل الأستاذ عبد الله صاحب الأفضال الكثيرة على الثقافة والرياضة والشباب في بوسعادة. التكريم التالي للأستاذ محمد الحميدي ممثل جمعية النجاح الثقافية بسيدي عامر. موجود. يسلم له نائب رئيس مجلس الشعب البلدي أيضا الأستاذ سعيد حبيشي. أيها الرجل الطيب الرجل الناشط الوسيم. التكريم التالي للفنان اسماعيل يلس رئيس فرقة تذكرة سفر بمدينة مسيلة. أستاذ اسماعيل يلس موجود؟ ها؟ من ينوب؟ أستاذ رشيد طبي نوب. معليش تفضل سلم. تفضل أستاذ نجيب. تكريم رجال الإعلام الذين ساهموا طيلة هذه السنة في تغطية نشاطات الوثبة. تكريم الأستاذ مروان قمار. أستاذ مروان قمار طبعا معنا طبعا. نسلمها له الأستاذ محمد هواري. تفضل أستاذ. الأستاذ النمس صدام الإعلام المصور موجود. من يسلمها عن المكان؟ روح سلمها عن المكان. من؟ النمس موجود. تفضل أستاذ النمس.
يسلم على الأستاذ الأديب والشاعر أستاذ محمد محمودي. تفضل يا أستاذ، تفضل الوقت. هم موجود. هاي سلم عليا بعد الآن، تفضل. التكريم الأخير للمصور محمد منير. محمد منير موجود؟ نفسه محمد منير، الله يبارك. يسلم على الأستاذ محمد بلال. أستاذ محمد بلال تفضل. سلم على الأستاذ سند. سلم على الأستاذ سند.